وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أهلا ومرحبا بك في جولة العراق اليوم. بداية، مفوضية حقوق الإنسان تقول إن حالة الإخفاء القسري في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 7663 حالة. إلى أي مدى ترون دقة هذه الأرقام؟ سيدي الكريم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام في كل العالم. حياك الله. يعني نحن ننظر إلى هذا التصريح بعين الشك والريبة. يعني لو قالوا أن هذا الرقم من محيط محافظة الفلوجة اللي تشمل القرمة ومنطقة العيمية، لا كنا يعني فرحنا بهذا التصريح. لو قالوا أن هذا الرقم يشمل يعني الأقضية أو ثلاثة من الأقضية أو اثنين من الأقضية المحيطة بمحافظة الموصل لصدقنا بهذا الأمر. نحن الآن يعني على تواصل مع كل المحافظات. في محافظة الموصل فقط هناك أكثر من 52 ألف حالة إخفاء قسري مسجلة رسميا لشباب تتراوح أرواح أعمارهم ما بين 16 إلى يعني 30 أو 35. في منطقة جرف الصخر، وهذا قضاء جرف الصخر وحده أكثر من 26 ألف حالة مسجلين إخفاء قسري. يعني نحن نشيد أحيانا في تصريحات ما تسمى هيئة حقوق الإنسان في ما يسمى البرلمان العراقي، لكن عليهم أيضا أن يحترموا يعني عقولنا ويحترموا مشاعر الناس. أهم شيء يعني يحترم حين يقولون أن عدد المغيبين قسرا يصل إلى 7000 ووجدنا منهم 600. أخي، هذا الرقم فقط على مختطفي قرمة، وهي ناحية يعني لا ليست قضاء حتى. نعم. طيب، يعني أنتم بذكر هذه الأرقام أنت أشرت إلى أن هذا الرقم يعد فقط إلى ناحية من نواحي العراق، هي 7663 مخفي قسري. كيف تقرؤون أعداد المخفيين قسريا التي تعد كبيرة مقارنة بدول العالم؟ سيدي الكريم، أجمعت المنظمات الدولية على أنه عدد المغيبين قسرا في العراق لا يقل عن مليون شخص. بغداد ومحيطها منذ سنة 2006 وانطلاق ما يسمى بالعنف الطائفي، منذ 2006 حتى الآن فقط محيط بغداد ومحيطها عدد المغيبين بها قسرا المسجلين لدى الحكومة يصل إلى أكثر من ربع مليون. هذه الأرقام الحقيقية في العراق. المشكلة في العراق أن يعني حين يصدر تصريح من وزير أو هيئة أو مسمى من المسميات العراقية، كثير من العالم يعني يعتبرون نقطة ضوء أو يعني خطوة على الطريق الصحيح، لكن من تصير بمصير عالم وأرواح ناس ومشاعر ناس، يعني هذا أمر مختلف. طيب، ما مصير المخفيين قسريا، وهل تعد المحاكمات التي يخضعون إليها قانونية في ظل انتزاع اعترافات تحت التعذيب؟ سيدي الكريم، كل المنظمات الدولية والمتابعين للرأي يعني للوضع الداخلي في العراق وللملف الأمني في العراق من داخل العراق ومن خارج العراق متفقين على انهيار منظومة القضاء في العراق، انهيار منظومة عمليات التحقيق والاعتقال، وكل هذه الأمور يعني فيها عملية انهيار تام وخارج عن نطاق يعني عن لا يعني لا يراعى فيها أبسط حقوق يعني للمعتقل. فأنا أعتقد بأنه الحل الآن هو الوحيد اللي يبقى هو أن تتقدم إحدى الدول، لأنه المشكلة الآن أن مجلس الأمن هو الوحيد الذي لديه القدرة على تعيين مقرر خاص في أحد الملفات في العراق. والأمر الآن يعني كل الدول العربية ودول الجوار تقول بأن الوضع في العراق أصبح يشكل خطر عليها، وهذا يعني برز في الأيام الأخيرة. طيب، كل العالم تعلم ذلك. بحسب القانون الدولي الإنساني يعد الإخفاء القسري جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم. إلى أي مدى يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة؟
يا سيدي نحن الآن بانتظار أي دولة أو منظمة دولية، يعني للأسف الجامعة العربية تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، ونحن نقول للجامعة العربية نحن كعراقيين ألسنا عربا؟ يعني ألسنا عربا؟ الجامعة العربية الآن أتحدى أي شخص يستطيع أن يحصل على عنوان بريدي إلها لكي يراسلها في شيء يخص الوضع في العراق. الكرة الآن في ملعب الدول الجوار اللي أصبحت تكتوي بالوضع في العراق، وفي الجامعة العربية اللي المفروض هي ترعى حقوق العرب في دولهم، عليهم أن يتقدموا إلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي باستطاعته أن يعني خلال 24 ساعة يعين مقرر خاص لبحث ملف المعتقلين والمغيبين قسرا في العراق. هذا هو الحل الوحيد الآن للعراق، وهذا أمر بسيط جدا، لأنه أي طلب من هذا راح يكون مشروع ومسلح بمئات التقارير من كل المنظمات الدولية الكبرى في العالم، يوم الرئيس ووسوة. إذا كان بسيطا إذا لماذا لم يفعل خلال السنوات 16 الماضية؟ هذا الأمر هو الذي نقوله نحن، والآن بدأت الدول العربية والجامعة العربية ترى حقيقة الوضع في العراق، أنه ترك الوضع في العراق على ما هو عليه، وترك أهل يعني أهلهم وأخوانهم في العراق يقتلون ويذبحون ويغيبون قسرا ويعذبون، راح يعود بالكارثة على المنطقة كلها، وعليهم أن يتعلموا الدرس مما جرى في السنين الماضية. نعم، كان معنا من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي قيسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.